your communication with the audience was... I loved it last week. Of course, this week something else happened. Yeah, because I don't want to be a... Of course, but same still, thing. I think it needed somehow to be a bit contained. I don't know where, I don't know how. I know that you have the discretion to be able to, but just be aware move of things it. Around. Be aware of it, and careful, ma tsafi shway repetitive bil movements on stage. مش بس بالcommunication with the audience. Thank you. بحس حالي عم بنحط بأمش أنا مش دايما هي ودايما عم بنحط فيها أنا كتير غير أشياء عرفت أنا في الرواء اللي ما بتشوفه عند حدا يعني شيء عن جد بيطلع كتير مينة. حلو على المسرح إذا أعطوني شيء مينة. يبين أنت ما بتبيني كل شيء في دلع يا جماعة اسمعوا لا this is a very interesting comment بس هيدا شيء لإلكم كلكم بالنهاية احنا ما بنشوفكم بس بالبرايم والناس ما بيشوفوكم بس بالبرايم اكيد بس انت هيدا الشيء اللي عم تحكي عنه ب 22 يوم ما شفناه بالاكاديمية ولا وقت الرواء ولا له علاقه انه هلا يمكن هاليومين لبدي شوي ها مش ضروري تكون لبدي يعني هيدا الوجه الثاني اللي بدك تفرجيه فيك تفرجيه على المسرح فيك تفرجيه بعدهم بالإيفاليويشن فيك تفرجي بالحياة اللي عايشينها هون عم حاول بالإيفاليويشن قد ما في وصله لهالشي بالأغاني عم بيكون يعني كتير ميلودراماتيك هي هالمشكلة بس لا بدك يعني يلي عم تفرجي بالإيفاليويشن مش هيدا اللي حكيت عنه هلا اوكي بس مش ضروري بس بالإيفاليويشن يعني انتو بتغنوا بعدة أوقات بالأكاديمية يعني بس تكونوا لحالكم بس تكونوا يعني انا هيدا اللي بدي اياه اكثر شيء انه جربوا تستفيدوا من هالوقت اكثر الوقت يلي انتم مع بعض مش بس الاوقات يلي فيها صفوف وانا بفتكر في مجال تستفيدوا امبارح قعدنا قعده بتعقد عن جد جود بحب افكرهم من مشاهد بكره على فكره الناس اللي كانت بتقول يوم الاثنين مشاهد الاستاذ ناجي تقريبا بكره بكره انا بدي اسالك السؤال استاذ انا كنت انا خلينا نخلص قبل حسام سالتني انا بفتكر حسام النومينيشن فدتك هلا كمان ان شاء الله تقدر تستفيد منها اكثر لانه كنت باصعب موقف وصلت له من وقتها ما فت على الاكاديمي بس كمان كنت اكثر مره ان كنترول لانه ما عندك تشويس ما تكون ان كنترول هيدا يعني بس نوصل لمرحله ما بقعد عنا تشويس منصفي مجبورين يعني وانا بعتبر اول مره سمعت صوتك امبارح انا بعتبر اول مره بتطلع فيك اول مره بقدر اتطلع بالعاده يكون مع مي امبارح شفتني كيف طلعت فيك وزورتك وضحكنا انتبه هيدا كمان بدك تلاقي الوقت المناسب انا عملتها وقت ما كان في كاميرا علي ولا كان في انه ازعاج لحدا مش هيك بدك تفكر في جمهور اوكي ها في جمهور وفي حدا عم بيغني لا كان في ميوزك ما كان في اغاني استنيت وقت في ميوزك بس انه الجمهور يطلع فيكم الجمهور يعمل شيء جمهور حر يعمل اللي بده اياه بوقت اللي بده اياه بس انتو بليز خدوا بعين الاعتبار هيدي الاشياء اللي هي هين اسمها طيب انا لما بصيت عليكم وحسيتكم كلكم مكشرين كده كان في حاجه مضايقاكم في الاغنيه لا 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 انتبهوا انا امبارح عملت افورت اكثر ضحكت لكم اكثر في الاول يعني اول ما بس يلي عم بيصير من جهتنا نحن ما له علاقه دائما فيكم انتم في غير اشياء بس انا ما اعرفش انا ما اعرفش ايه اللي بيحصل مع الناس بس انا دائما لما بطلع بشوف ابتسامه في وش كل امبارح لقيت كله باصص كده مركزين لانه لانكم خايفين ما يصير لكم شيء فوق يمكن يعني والله بوكر فيس يا اما يا اما مكشرين فانا حسيت اني قلت يا نهار ابيض الاغنيه الهزيزه لا 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 They put it the wrong way. كلنا علني كنت واقف بطريقة شوي إنه
موف فارق معي حاطط ايدي بجيبتي وهيك هيك عامل انت كيف شفت والله هيك هيدا قرار انت بتاخده حسام انت انا حسيت حالي منيح انت كيف شفت ما هيدي هل هي هيدي الصوره اللي بدك تفرجيها اذا هي الصوره اللي بدك تفرجيها منك انا فايت بشكل كوميدي وجاب معي السنفور فاكيد ما حوقف كثير سيريس يعني وقفت بطريقه انه ما في شيء اسمه كوميدي مو كوميدي انه شيء فرح فكره يعني. السنفور اوكي فكره حلوه ما تتصنع اذا ايدك بجيبتك طبيعيه وانت حابب تكون هيك خليها تكون هيك بس المهم ما تكون متصنع طيب كانوا بس احكي شغله بعد ما انت خلص الكومنت تبعك على طول انه انت بتعرفني انه دائما دمي حامي ودائما هيك يعني يعني لما بعصب كثير يعني بفقد السيطره حالي بقول لك اكزاكتلي اللي قلته للدقدوق اوكي بس خليني اكمل الاغنيه ولا اللي يتحدى ولا يعني اكيد مش حتدلع ولا حضحك ولا حا يعني كشرتي هيك بدها تكون وجهي هيك لازم يكون عامل ويلا اللي يتحدى ويلا يعني انا عن جد بدي حاولت اعشر اغنيه الاغنيه كثير بتعبر عني انا يعني وقفت هون على المرايه مليون مره وعدتها وشفت شو بدي اعمل الشغله الواحده الفيك اللي كانت عن جد يعني ما كنتش عارف اعملها اللي هو اللي حكى لي عنه المخرج انه بدك تكون هيك بدك تكون الوالي للدانسرز وللاودينس اللي قدامك انا الوالي تبعهم انا الملك تبعهم بدي اكون شايف حالي عليهم رافع راسي وكش فيري انترستينج كومنت يلي ما استعملتها اللي هي يلي هي انه ما شفتهم ولا تواصلت معهم انا ما تواصلت معهم صح مو هذا صح هو اللي تواصل معهم جهرته هو اللي كان عم يطلع فيهم انت كنت بعالمك لوحدك طب انا كمان كنت اركز على الكاميرا كمان لازم اركز على الكاميرا كمان بدنا نركز على الكاميرا بدي احكي مع الكاميرا بدنا نعمل كل شيء هيدي هي انا كثير متضايق الله يعني لا 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 ما في داعي تكون متضايق رافع مش عم قول انه it was a bad performance بس عم قول انه اللي عطيته مش هو اللي كان لازم تعطيه بالمحلات اللازمة بس ها بس انه مبين انه اخذت هالاتيتيود اخذت بس هلا انت لفتت لي نظري على شغلي انه ايه مزبوط هو كان فوق بس والي على حاله مش ح حدا بدك تكون والي عليهم بدك تشوفهم وبعدين ما فيك تكون والي على الاودينس تكون قبل ضحكت لهم وبوستهم لسه ما كانت مبشر الاغنيه حتى انت فايت بالكاركتر فايت بالكوستيوم خلص شفت كيف يعني انا اللي قلت لك بالبريك فيك تعملها بس فت بالكوستيوم هذا بريك هذا كان بريك احنا بالمود اول ما طلعنا على الريف واقف وعامل هيك مخبى لا شو حسيت موتر شوي انا موتر شوي كثير يعني والوقفه هيك وطابب يا رب تخلص رافع بدي فوت وشو صار باجري رافع بين وهو بيستخبى ربني ابري باجري ما بحس فيها ما بعرف كيف طلعت على المسرح يمكن ربي بس احلى مش ربني ابري باجري بس توقفوا ببوزيشن معينه دائما بس تكونوا مش مبينين على الاودينس حركوا تيمشي الدم لانه يعني بنمل اعمل هيك وقف يعني لانه واقف ورا هيدا حاسس بشعور مش طبيعي باجري يعني مش حاسس فيهم بدي اسال سؤال اوكي بفتكر عطينا وقت اكثر بكثير من ما كنت متصور سؤال للبرايم اي هوب انه استفدتوا واللي بهمني انه ما انا مش عم صحيح عم بجرب سمي بس اتذكر شغلي الاشخاص بس المهم انه كلكم تستفيدوا من الكومنتس تبع الكل This is what's very important. سؤال صغير نحن غنينا يعني انا جمعة الماضي غنيت مع فنان وهالجمعة غنيت مع فنان نحن كيف بدنا نكون نتعاطى معه يعني هو عم بيغني مفروض فينا نتطلع فيه او مفروض فينا نتطلع بكاميرتنا يعني كيف لقيتنا بس كون هو عم بيغني كاميرتك مش عم تصورك مفروض فينا اوكي يعني ما في داعي اوقات عم بيصورونا يعني انا عم بحضر اللي عم بيغنوا اثنين مع شخص عم بيصورونا هون كمان في ديسكريشن بس انا برايي هيدا الشخص ضيف عندك هيدا الشخص عم يقبل انك تغني اغنيته وهيدا الشخص عم يقبل يقف معك على المسرح هيدا نقطه الانطلاق
طب كيف لقيتنا؟ كيف يعني انا كيف لقيتني بالجمعة الماضية بفتكر يو ار فيري لاكي لانه الاشخاص يلي عم بيغنوا معكم عم يعطوكم هذا شيء حلو كثير يعني بس يكون في هالشيء ما بعد في مشكله تكون مرتاحين بتكونوا مرتاحين المشكله بتجي بس يعطوكم اقل بدكم تعرفوا بس مثلا نينا وقت اللي غنيتي مش دائما كنت تكوني مع الشخص لا